السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبنا ومتابعينا، أهلا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة وجولتنا في الرويعي، ولازلنا مستمرين برضو بجولات الرويعي. وهنا عند الصياد زي ما انت عارفين أي حاجة ب100 جنيه. هنا الجزمة دي الصابو دوت ب100 جنيه برضو، الصابون الهوان دوت اللي كان معايا، والشوز ده برضو ب100 جنيه. الشوز ده خفيف جدا، دي بهواي محلات مش شغل ورش سوقي، دي بهواي محلات. هو المحلات بتبقى احسن من شغل الورش اللي هو اللي بيتباع السوقي. برضو في الربيع برضو في شغل ورش، في بهواي وفي شغل ورش. البواية بتبقى شكلها معروف، اللي هي بتبقى مثلا الشوز 37، ما فيش منه تكرار 38 أو 39، الحاجة حاجة واحدة بس، فانت بتعرفوها من هنا ان دي بواية. وفي حاجات برضو ورش برضو مش بطالة، شغلها كويس برضو، بتتحدد على حسب السعر شغل الورش زي اي حتة برضه. ودي طبعا أذواق، وكل واحد وذوقه طبعا، وكل واحد بيجيب اللي بيمشي معاه. بأكد تاني، هو العنوان في الرويعي، اللي ما راحش الرويعي قبل كده، العتبة عند جراج العتبة، يعني الرويعي ده قصاد جراج العتبة أو سنترال العتبة، هو يعتبر قصاد سنترال العتبة على طول، الشارع اللي قدامه على طول، هتدخلوا فيها تمشوا على طول، هتسألوا عن المعادن الحديثة، هو الصياد واقف عند المعادن الحديثة، هتمشوا من الشارع الأول لآخره، هو في آخر الشارع، وفي حوادات، بس هو الشارع ده بقى تمشوا فيه على طول، هو عند المعادن الحديثة. وده برضو شكله جميل رقيق. بس في ناس بتشتري، برضه الشباشب دي خفيفة جدا، ده كعبة بروتين خفيف جدا. التصوير كان في النهار، وتظن على ما أظن التصوير واضح، انا بصور لكم بكاميرا تليفون كويس عشان الصورة تطلع يعني زي الحقيقة. والالوان تطلع هي برضو.
ولازلنا مكملين في جولتنا. الحاجات دي كانت حوالي 90 أو 95 شباشب دي. دي كانت فرشة بعد كده عند الأسبانية في الرويع برضو. هنا صنادل سيفي حبيبي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك عشان القناة ان شاء الله تكبر والفيديوهات توصل لأكبر عدد علشان يستفيدوا من فيديوهاتنا وعروضنا وجولاتنا، فتكون انتوا سبب في رفع الفيديو في اللايك والاشتراك تقديرا لمجهودنا. وأنا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واشكروا الله. وإن شاء الله استنونا فترة قادمة فيديوهات كويسة، ونكون إن شاء الله عجبك وإعجابكم تكون قوية، وانتظرونا بالجديد كله إن شاء الله. وأشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.